مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة تانية في الفقرة التانية ومعايا ناس من أكتر الناس الأكتف على السوشيال ميديا وفي الجرائد كمان الإلكترونية اللي بتفضل تنزل موضوعات تنصح البنات وتقولهم حاجات كتير، ودايما دكاترة السمنة والنحافة مش أي حد ممكن نسمع منهم نصايح. في دكتور كده بيكون لذيذ ودمه خفيف وكويس ويتكلم معانا كده بسلاسة تحس إن هو أيوة أنا لازم أخس أو أيوة أنا محتاج إن أنا أزيد في الوزن شوية، ودكاترة تانيين أول ما تسمع منها المعلومة تقول سلام عليكم أنا مش عايزة أكمل معاهم. معايا النهاردة دكتور هديل نصر الدين، أخصائي التغذية العلاجية والسمنه والنحافه، حاصله على ماجستير التغذيه العلاجيه جامعه عين شمس، وحاصله ايضا على دبلومه التغذيه العلاجيه من المعهد القومي للتغذيه، والمدير الاداري وصاحبه فكره مركز نيوتريشن هيلز. دكتور مساء الفل. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله. انت ازاي؟ صغيره في السن كده ما شاء الله وجميله وعامله مركز وعامله فكره كويسه وبتشتغلوا عليها ومعاكي ناس كمان بتقدروا ان انتوا تسيستموا بعض في الشغل. والله هو السنتر بدانا فيه من كذا سنه. أوكي. كانت اهم حاجه عندي قبل ما نفتح المكان ان احنا نعمل مكان متخصص، اهم من فكره ان احنا بس بنروح عند دكتور رجيم وان انا اخس واعمل دايت والحاجات دي. لا، ان انا ابقى عارفه الامراض بتاعه السمنه نفسها او ايه الامراض اللي بتسببها السمنه وقد ايه الناس دي بيبقى عندها مشاكل صحيه كتير وهي اساسا اساس الداء عند الناس كلها والامراض المزمنه كلها سببها هي السمنه. دي مشكله بشعه والناس ما تعرفش قد مش ايه مش عارفين قد ايه مأثره على صحتهم أوه. وعلى حياتهم ومستقبلهم حتى وحركتهم وشكلهم كمان على نفسيتهم يا دكتور. صح. يعني انا اعرف دايما الناس اللي وزنها تقيل دايما بتلاقيها على طول بتتخنق وتتعصب بسرعه، ومن الناس اللي هي بتعاني من حاجات ده حقيقي بسبب ان نسب الانسولين والهرمونات في جسمهم اصلا مش مظبوطه. اوكي. ومعاكم كمان اكزامبل، انا كنت اضخم من كده بكتير جدا لدرجه ان الناس فعلا لما وانا داخله القناه النهارده مش في حد ما شافنيش من زمان فبيقول لي هو حضرتك، انا عماله اوضح او افتكر الشبه ازاي خسيتي كده. فهو فعلا كان اياميها كانت الموضوع بيبقى عامل شويه زعل، انا مش عايزه، انا مش لاقيه اللبس اللي انا عايزاه، حاجات كتير، ده غير كمان الصحه النفسيه والحاجات دي كلها. فهل بقى فكره المركز بتاعكم ان انتوا بس كان اهم حاجه عندكم السنه والنحافه، ولا كنتوا عايزين تجمعوا كل التخصصات؟ لا، احنا عندنا كل التخصصات او تغذيه كل الامراض على الاطلاق، يعني تغذيه مرضى الكبد، مرضى السكر، حلو قوي. تغذيه الحوامل، تغذيه اطفال، تغذيه رياضيين، تغذيه سمنه ونحافه طبعا. الناس اللي هم الامراض المزمنه عموما هي مشاكلها اكبر بكتير من مشاكل الناس اللي عندهم 5 6 10 كيلو زياده. اوكي. الناس دي فعلا بيبقى عندهم مشكله ومحتاجين حد يساعدهم، ان هم بيبقوا بياخدوا ادويه كتير مع انهم لو بس ظبطوا شويه اكل وعرفوا ياكلوا ايه وايه قبل ايه مش هيضطروا اصلا ياخدوا ادويه تاني. والمرض اللي كان عندهم، يعني مثلا في ناس كتير جدا كان عندهم سكر وتعافوا الحمد لله، او نسبه السكر عندهم بقت في المستويات الطبيعيه بمجرد الدايت، بمجرد حلوة. ان هم مشيوا على نظام غذائي صحي ليهم، ما بقوش عندهم مشاكل، ما بقوش بياخدوا انسولين ولا بياخدوا ادويه، وخلاص بقوا الدنيا عندهم ستيبل. وذا سيم برضو مرضى الضغط، الناس اللي عندهم برضو كبد، لا الدنيا بتتحسن كتير. اوكي. الدكتور لازم يكون الوزن اللي بيتناسب مع شكل الجسم، ولا الوزن اللي يخليهم قادرين ان هم يعملوا كل حاجه؟ يعني مثلا انا طولي 170 يبقى لازم يبقى وزني 70 كيلو، ولا مش مهم 70 كيلو والوزن اللي يتناسب ان انا اعمل الاكتيفيتي اللي انا بعملها كل يوم والحاجات اللي انا ماشيه خلاص انا تمام؟ فاهماني؟ هي مش كده، هي الفكره قد ايه انا عندي كتله دهنيه في جسمي. اوكي. هي النسبه اللي ما بين كتله العضلات لكتله الدهون في الجسم. تمام. بمعنى ان في ناس وزنها 60 كيلو، الاثنين 160 سنتي، بس ده تخين وده رفيع، الاثنين نفس السن، لكن دي الذات شكلها 60 كيلو ورفيعه ودي 60 كيلو تخينه، ان دي الكتله الدهنيه عندها قليله والكتله العضليه هي اللي زياده فشكلها رفيع. أوكي. ودي الكتلة العضلية عندها قليلة والكتلة الدهنية عندها كتير فعشان كده شكلها زيادة. حتى لو هي وزنها 160 سنتي وزنها 70 كيلو، لكن هي برضو ستيل ان الكتلة الدهنية في جسمها مظبوطة. الزيادة دي زيادة عضلات، يعني مش ان انا على الميزان، يعني مش مهم قوي الميزان قد ايه، على قد ما مهم كتلة الدهون في الجسم هي اللي قد ايه.
دي اللي بنقدر نحدد عليها انت فعلا محتاجة تخسي او لا، انت كده تمام، انت وزنك مظبوط، اصلا مش محتاجة ان انت تخسي حاجة. طيب اوكي حلو قوي. يعني انتوا فيد، انا دلوقتي لو حاله وداخله عندكم السنتر وعايزه ان انا اخس او انزل في الوزن، اول ما بدخل بعمل ايه؟ بتطلبوا مني اي حاجه بخلصها، او ان انا بوزن نفسي، او بتطلبوا ان انا اتكلم معاكم على حاجه؟ عايزه اعرف الخطوات اللي بتعملوها. احنا بنعمل حاجة اسمها ان بودي، ده اوكي البودي اناليسيز للجسم، ده بيعمل لي قياسات لوزن الدهون، العضلات، المية، توزيعاتهم في الجسم، توزيع الدهون ازاي في الجسم، في عندي مثلا رجل فيها دهون اكتر من رجل، عندي كتلة العضلات متظبطة ولا لا، مثلا سي المنطقة بتاعة البطن فيها العضلات قليلة ولا فيها دهون زيادة، في دهون حشوية زيادة اللي هي الدهون المحيطة بالأعضاء الداخلية دي زيادة ولا لأ، بناء تمام. عليها ببدأ أقرر انتي محتاجة تخسي قد ايه والوزن اللي احنا محتاجين ننزله قد ايه. في ناس أصلا بتجيلي بتبقى فاكرة ان هي كده زيادة، وهي أصلا مش زيادة ولا حاجة، هي محتاجة تزيد كتلة عضلية، هي أصلا مش زيادة، يعني هي كتلة الدهون في جسمها كويسة كنت بسألك والعضلات على هي اللي الموضوع ده زيادة. قبل كده لما كنت قلت لي ان في حالات اصلا انتوا ممكن ما تقبلوهاش، ما تقبلوش ان انتوا تشتغلوا معاها. ده حقيقي، ده كتير جدا، في ناس احنا لا بنستنى الاول هما ياخدوا القرار. اهم عندي من ان انتي تيجي تخسي ان انتي تبقي واخده القرار من جواكي ان انا فعلا عايزه اغير الوضع اللي انا فيه، انا مش قابله الوضع او القالب اللي انا جواه ده، مش ماشي مع حياتي، انا مش عارفه مقيدني، مخليني مش عارفه اكمل حياتي كويس زي الاول، مش قادره اتصور، مش قادره اقف قدام مرايتي وابقى واثقه من نفسي ان انا فعلا كده شكلي حلو. ده بيختلف جدا من شخص للتاني، ممكن تبقى زياده 3 4 كيلو بس هي مش متقبله حالتها ومش متقبله شكلها، بمجرد ما خدت القرار فعلا من جواها ان انا حابه ان انا اتغير او ان انا يبقى شكلي احسن، دي بتكمل وبتكمل بقى معانا كل الخطوات، وبنبدأ نظبط معاها كل اللي هي عايزاه لحد ما بتوصل للوزن المثالي بتاعها. حلو قوي. لكن لو هي جاية لمجرد ان الناس حواليها بيقولوا لها انت زيادة، او انت شكل جسمك مش حلو، او انت ليه بطنك عاملة كده، انت ليه سايبة نفسك بالشكل ده، او انت ليه شكلك عامل كده، لا دول احنا مش بنقبلهم، بنستناهم لما ياخدوا القرار عشان فعلا ينجحوا، عشان يقدروا ان هم يوصلوا للوزن اللي هم عايزينه، ما يجوش في النص وتبقى زهقت، ما هي اصلا مضغوط عليها عشان تجيلي، فانتي لا روحي لحد لما تجيلي بمزاجك صحيح. بارادتك، لما تاخدي القرار انا فعلا ها خلاص انا هكمل، اوكي تعالي، غير كده لا. صحيح. وكمان الحاجه الاكبر والاهم ان دايما العميل بيدي انطباع عن المكان، فانت محتاجه حد فعلا ينزل في الوزن وينزل بطريقه صح، عشان لما يطلع يتكلم عن السنتر بتاعكو يتكلم بحاجه صح. فانا برضو في حته في الموضوع ده دلوقتي، هي لما تكون الحاجات دي مؤثره عليها، فهل انتوا بترفضوها عشان عارفين مع الوقت ان هي تبقى عامله ستوب ومش هتكمل، ولا علشان خاطر ان هي بس جايه النهارده متحمسه وكده كده برضو هتقف؟ لا طبعا، هو احنا بعد ما بنقعد نتكلم معاها والله قدرت اقنعها ان انت بتعملي ده عشان صحتك، عشان طيب. تعيشي بصحه اكتر، عشان جسمك، عشان جسمك يبقى شكله احلى، اتس اوكي. اوكي. لكن لو حسيت منها انه لا هي اصلا مش عايزه، هي في ناس بتيجي تقول لي انا مش عايزه اخس، انا مش قادره، لكن هم بيقولوا لي خسي، مثلا اهلي في البيت شايفين ان انا موازني مختلف عن بقيه اخواتي، فدول لا، انت يا ماما لازم تاخدي القرار ان انت تخسي. صحيح. اصلا حاله زي دي مجرد ما تيجي عندكم وتحس ان هي نزلت 2 كيلو 3 كيلو في البيت، قالوا لها شكلك تمام، هي تتنازل عن ان هي تخس باقي الوزن فهتكتفي. ايوه بالظبط. اوكي. طيب دكتور، بقى الجانك فود والفاست فود او الوجبات السريعه عموما اللي هي احنا بنشتريها من اي مطاعم وعايزين ننجز ان احنا ناكلها بحيث ان احنا متاخرين عن اي حاجه، احنا نعرف ان هي بتضر الجسم وبتساعد على ان هو يكون فيه حالات سمنه كتير، ولكن الحاجه الاهم، هل هي فعلا بتسبب امراض وامراض كارثيه؟ يعني دايما بسمع النقطه دي، فعايزه اعمل سبوت عليها كده مع حضرتك وتقولي لي هل فعلا المعلومه دي صحيحه. هي صح جدا، اوكي. هي مشكلتها انها كلها دهون مهدرجه، كلها فيها نسبه سكريات عاليه جدا، فيها نسبه دهون غير صحيه وزيوت ومقليات، يعني دي اصلا على الجسم كارثه. اوكي. تمام، طبيعتنا من زمان او الطبيعه بتاعت الانسان ان هو اصلا دي حاجات مش طبيعيه هو مش عارفها، تمام، فلما بيستقبلها بيستقبلها في صورة حاجات غريبة داخلة عليه، فبيخزن كم كبير جدا منها او يسبب امراض او اضرار لحاجات تانية في الجسم، تمام، زي مثلا دهون الكبد، اوكي زي الحالات اللي بيحصل لها تكيسات على المبايض. حلو قوي، حلو قوي. انا هعمل معاكي سبوت على النقطه دي حالا، اوكي لان من اكتر المسجات اول ما نزلت البوست بتاعك ان حضرتك هتكوني معانا،
كان من اكتر المسجات اللي هي اسباب تكيسات المبايض، وهل هي فعلا بتيجي عن طريق السمنه ولا الاكل اللي هو الغير صحي، ولا كمان عن طريق اللي هو السمنه المفرطه وزنها زايد قوي فبالتالي بتعمل كده. فعايزه حضرتك بقى تكلميني عن موضوع تكيس المبايض ده، ايه اسبابها؟ اوكي، في جزء منها وراثي، اوكي وفي جزء منها الاكتر طريقه نمط الحياه بتاعنا او طريقه اوكي الاكل الغير صحي اللي احنا بناكله. ام تمام، لما بنبدا ناكل ام كميه كبيره من الحاجات المقليات ام او الجنك فود الكتير، ام ده بيبدا يترسب بكميه كبيره في الجسم. ام تمام، فيبدا يعمل لي مشكله بتاعه التكيسات. حلو قوي. اعراض التكيسات ايه عشان بس ابقى عارفه انا عندي تكيسات اصلا ولا لا؟ اوكي هيبقى عندي مشكله في الهرمونات. تمام تمام، عندي مشكله في البيريود بتاعتي مش متظبطه، اوكي عندي مشكله ان انا عندي شعر في الدقن هنا كتير جدا. اوكي ده للبنات صح؟ للبنات اه بيبقى عندها هنا شعر كتير جدا في المنطقة في اللي هي المنطقه دي، منطقة الدقن. كتير بيبقى مبالغ فيه وباين انها عندها مشكله. اوكي تمام، اوكي ده المنظر ده او المنظر العام ده مش طبيعي. تمام، مشكله مقاومه الانسولين او نسبه الانسولين عندها مش مظبوطه، دي كده اعراض للناس اللي اللي عندها عندها فعلا تكيسات. تكيسات كمان المبايض. المنطقه بتاعه الابدومن او المنطقه بتاعه الدهون الحشويه، اوكي الدهون بتاعه البطن، لو انا عندي دهون في بطني كتير او في المنطقه السفليه اللي هي من بعد سرتنا كده، المنطقه دي فيها نسبه دهون كتير اكتر من اللازم يعني، وانا لسه بنت ما ما يعني لسه ما اتجوزتش وما اتجوزتش. جبتش بيبي فبالتالي المفروض ما تظهرش دلوقتي. ايوه بالظبط، يبقى دي كده اوكي انا عندي خلل، في عندي مشكله ما هنا. اوكي تمام، ابدا تمام اروح للدكتور، دكتور امراض نساء، هيبدا يقول لي اه انت عندك مشكله في التكيسات، الحاله دي بتتحسن بالتغذيه اضعاف العلاج، حلو قوي حلو اضعاف اضعاف العلاج. يعني هو الدكتور لما يكتب هو لها النهارده روشتة غير التغذيه بكتير، التغذيه تفرق معاها في الوقت وفي كل في حاجه. كل حاجه وفي النتائج، الدكتور قال ان هي هتاخد علاج هتاخده وتلتزم بيه زي ما الدكتور قاله. مع تمام التغذيه كده، الصحيحه. طيب نيجي بعد كده لازم تمشي على نظام غذائي خاص بيها. هبدأ اقول لكم ايه هي الحاجات اللي ناكلها وايه الحاجات اللي نبعد عنها. اوكي للناس اللي عندها تكيسات بيفرق جدا في حالتها بسرعة قوي. لو هي كمان عندها ما بتعملش رياضة، اوكي لازم تعمل رياضة، لازم حتى على لو نص الأقل ساعة. 3 أو 4 مرات في الأسبوع لمدة نص ساعة حلو على الأقل، ده بيفرق جدا في حالتها. حلو اوي. تمام، تغذية زي ايه اكتر حاجات بتأثر عليها؟ اوكي السكر اكتر حاجة، والسكر ده مش معنى كده السكر الأبيض، لا، الدقيق الأبيض، الرز، المكرونات، المعجنات، البيتزات، الفرايد تشيكن، المقليات الكتير، الزيوت، الدهون المهدرجة، كل دي حاجات بتعمل لي مشاكل كبيرة للناس اللي عندهم تكيسات. طيب اوكي يلتزموا بقى بالاكل الايه؟ يعني يبعدوا عن الحاجات دي، في اكل معين بيلتزموا بيه ولا ياكلوا بقى بقية الاكل المختلف عن الحاجات اللي احنا قلناها؟ لا احنا هناكل اوكي كل بقية الأكل، لكن في تمام حاجات معينة لما هناكلها اكتر هتعمل لي هتحسن من صحتنا عموما. الشوفان ده مهم جدا جدا، نبدا بقى نطحنه ونعمل بيه معجنات، نعمل بيه العيش بدل ما ناكل عيش ابيض، لا ناخد العيش بالشوفان. في مكرونات بتتباع في الماركت عادي، بدل ما هي مكرونه العاديه دي في مكرونه بالشوفان، اوكي حلو قوي. نبدا ناخدها في زبادي، نبدا ناخدها مثلا في صوره ايه تاني، ممكن نعملها فطاير، ممكن نعملها بيتزات، دي بتبقى اوكي حلوة جدا. تمام. طب خلينا بقى ناخد تليفون من استاذة آية وبعد كده نرجع نكمل مع حضرتك اتفضل. تاني. استاذة آية مساء الفل. مساء الفل عليك يا استاذة هالة، اخبار مساء الفل حضرتك يا ايه؟ حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي تسلمي. البرنامج جميل جدا بصراحة، والفقرات اللي انت بتقدميها روعة جدا. متشكرة يا حبيبتي تسلمي، كلك ذوق. أمورينا يا استاذة آية، عندك سؤال او اي حاجة؟ كنت بس عاوزة اسأل عن الدوالي. انا اوكي رفيعه وبتظهر لي دوالي، كنت عايزه اسال الدكتوره الدوالي دي علاجها ايه بالظبط؟ اوكي تمام. في اي سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب يا حبيبتي متشكره قوي لمشاهدتك والف سلامه عليكي. دكتور ايه موضوع الدوالي ده؟ الدوالي في الغالب بتيجي من مشكله في الاوعيه الدمويه. اوكي تمام، بتختلف طبعا من حاله للتانيه والدرجه اللي احنا واصلين ليها ايه. دي في الغالب لازم تروح عند دكتور اوعيه دمويه، مش مشكلتها تغذويه قوي على قد هي ما مشكلتها في الاوعيه الدمويه بتاعتها هي. بس هتاخد هيلسي فاتس، يعني تاخد مثلا مكسرات، تبعد عن الزيوت النباتيه، تاخد زيت زيتون، تاخد مثلا بلاش السمنه، تاخد زبده كده، الحاجات دي بالنسبه اوكي لها افضل.
من فكرة ان هي تاخد حاجات تانية دهون مشبعة او كده، ولازم تروح عند دكتور اوعية دموية. طب حلو قوي، متشكر قوي يا دكتوره على اجابتك للسؤال ده. عايزه اقول لحضرتك كمان، التكاثر مبايض من ابشع المشكلات اللي بعملها واللي احنا بنسمع عنها، ان هو بيعمل مشكله للستات اللي هي متجوزه وعايزه تجيب بيبي، يعني يعمل مشكله في موضوع الحمل. فهل هم لو اتعالجوا من موضوع تكيسات المبايض ده بيحصل حمل عادي، ولا برضو بيبقى لسه في طبعا شويه متابعه مع دكتور؟ لا، بتزيد نسبة الخصوبة جدا. يعني هي بمجرد ان هي بتعالج التكيسات وبتمشي على نظام غذائي وبتبدأ تخس، هما بياخدوا وقت اطول في الخساسين عن الحالات العادية، لان هي لازم تبقى عارفة انا عندي مشكلة ما ومحتاجة ان انا اعالجها، تمام؟ فمع الوقت هتبدأ ان هي تتحسن، تمام؟ اوكي. لكن بيحملوا في الاخر ونسب الخصوبة بتزيد جدا. طب حلو جدا دكتوري. حضرتك النهارده اتكلمتي، او ملخص الحلقه، ان حضرتك اتكلمتي عن الحاجات اللي هي التغذيه سبب مهم جدا في حياتنا وفي كل حاجه، وان هي كمان بتجيب امراض السمنه، بتجيب امراض بشعه جدا، وان احنا فاكرين ان هي بيكون علاجها او بيكون امتدادها واللي حصلت من اسباب تانية كتير. فعايزه حضرتك سريعا كده تختملنا بنصايح الناس تحاول ان هي تخليها في حياتها وتحافظ عليها، علشان نحافظ على صحتنا اكتر ودايما نلتزم بالحاجات دي. اوكي، اوكي احنا لازم نبدأ نبقى عارفين ان انا علشان يبقى شكل جسمي حلو اوكي لازم ابقى عارفة انا بدخل ايه وبخرج قدامه ايه، تمام؟ نتعامل بالمبدأ ده هنعيش بصحة كويسة جدا. انا بعمل مجهود قد ايه في يومي؟ اوكي بعمل رياضة ولا لا؟ على فكرة مش شرط رياضة ان انا اروح جيم وان انا اعمل ده، لا، انا ممكن اتمشى عادي في الشارع، ممكن اعمل شوية حركة في البيت، اوكي تمام؟ تمام لازم ابقى عارفة انواع الاكل اللي انا باكله، اوكي هاكل من 3 لـ4 مرات في اليوم او 5 مرات في اليوم، هدخل العسل في يومي، بلاش اقلل شوية من السكر، هقلل من ممكن استخدم بداله سكر ستيفيا، ده مفيد جدا. اوكي بلاش الناس اللي بتعمل دايت كيميكال وان هي توقف الاكل خالص والحاجات دي، لا. امشي على نظام كالوريز، اعرفي سعراتك الحرارية قد ايه، لازم تروحي للدكتور تشوفي اذا ان احنا عندنا سمنة يعني، اوكي لا، روحي للدكتور وخليه يظبط لك الكالوريز اللي انت محتاجاها. بلاش نقلل شويه من الجانك فود، اوكي نبدا ناخد حاجات انتي اوكسيدنت زي البروكلي، زي السبانخ، زي الجرجير، البقدونس، الحاجات الخضراء عموما، ناخد كيوي، ناخد تفاح اخضر، الحاجات دي مفيده جدا للجسم. ناخد دهون صحيه، بس كده، دي اهم حاجه. اوكي متشكرة قوي يا دكتور، نورتينا النهارده. ومشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بتمنى لكم ويك اند سعيد، وان شاء الله نتقابل على حلقة جديدة الفترة الجاية. باي باي.